مهرجان محكى القلعه لسه مكمل معانا. وامبارح في الحقيقه كان في حفلتين مهمين جدا، الاولى للفنانه اللبنانيه تانيا السيس، وقدمت فيها مجموعه من اشهر مؤلفات الموسيقى العربيه وكمان اغاني باللغات الفرنسيه والانجليزيه والاسبانيه. الحفله الثانيه غنت فيها الفنانه دينا الوديدي مجموعه من الاعمال التراثيه الشعبيه. خلونا نشوف التقرير. في ملتقى غنائي تحدث الجميع هنا على مسرح القلعة بلغة الفن والجمال بكل لغات وثقافات العالم المتنوعة على إيقاعات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، ما جعله أهم نافذة للجمهور للاطلاع على فنون العالم. أنا مش أول مرة أشارك في المهرجان، بس بنبسط جدا وبيبقى عزيز عليا عشان بحس إنه هو مهرجان مختلف قوي ويضم أعمار مختلفة من الجمهور، وبنحب نتواجد على طول يعني. والله يعني إحنا سألت الجمهور قلت لهم عايز أسمعوا إيه في الحفلة وكتبوا لي حاجات، فحبيت النهاردة ألبي كل طلباتهم الصراحة يعني. مهرجان القلعة للموسيقى والغناء استطاع تحقيق شعبية واسعة بفضل تنوع وثراء محتواه. اكتر حاجة عجبتني ان الموضوع منظم قوي، وما كنتش متوقع ان هو يبقى منظم جدا وبالسعر الرمزي الجميل ده، وبصراحة انا جيت اتبسطت جدا يعني. انا باجي كل سنة المهرجان، والنهاردة دينا الوديدي عاملة شغل جامد قوي، وان شاء الله هحاول اجي مرات تانية كتير. كان يوم جميل جدا، والتنظيم ما شاء الله، الداخلية، الأمن ما شاء الله، استمتعنا، المكان كله جميل ما شاء الله، رائع فوق الرائع كمان. وأنا مش أول مرة أحضر، أنا حضرت كتير قبل كده. وبالنسبة لسعر التذكرة فدوت حاجة فظيعة لكل الفئات اللي هي تحضر، اللي هي حاجة جميلة جدا. فعاليات مهرجان القلعة تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.